السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرساجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. بسرعة كده، ازاي تحذف تطبيق من على الموبايل بتاعك؟ الموبايل بتاعك هيبقى بالمنظر ده كده، بترفع السوايب، تعمل سوايب يعني تعمل صباعك لفوق، فبيجيب لك البرامج كلها اهي اللي عندك. تمام، انت وليكن عايز تحذف برامج، وليكن زي البرنامج ده مثلا، فتروح دايس عليه دوسة كده طويلة، هيجي لك الاربع اختيارات دول. اول اختيار اللي هو معلومات عن التطبيق، لو انت بالانجلش او بالعربي معلومات عن التطبيق. تاني اختيار اللي هو انستول، يعني ازاله التطبيق، فهتدوس على كلمه انستول دي، هتدوس على كلمه انستول، هندوس على انستول دي، انستول دي، وانت انستول اوكي. كده احنا مسحنا التطبيق. لو عايزين نمسح واحد تاني، ثواني بس كده، بعد ما التطبيق ده يتمسح دلوقتي هنروح دايسين على ده كده دوسه طويله، دوسه حوالي ثانيتين ولا حاجه، وبعد كده نروح دايسين على كلمه انستول اوكي. بس كده. بس لو انت بقى من التطبيق من الفيرجنز القديم او الحاجات القديمه في الموبايلات، فانت لما هتيجي تدوس على برنامج وليكن مثلا دوسه طويله زي كده، فهيبتدي يطلع لفوق كده، وهتلاقي فوق كده في الحته اللي فوق دي كده، عند الحته دي كده هتلاقي يقول لك ازاله التطبيق، معلومات عن التطبيق وهكذا. يعني تشد البرنامج، هتدوس عليه دوسه طويله وتجيبه هنا كده، ازاله التطبيق وهكذا. هو ده، هتروح عامل كده تاني، تدوس كده دوسه طويله قوي، وبعد كده هتلاقي حاجات ظهرت فوق في الحته دي كده، في الحته اللي انا عمال اتحرك فيها دي كده، هتلاقي فيه يقول لك ازاله التطبيق، معلومات عن التطبيق وهكذا. دي في الموديلات القديمه بس كده. وطبعا يا جماعه، طبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك ودعم في القناه. القناه بتاعتي اتمنى تعملوا لي اشتراك فيها السرشاجي، وتعملوا لايك، واتمنى تنشروا الفيديو ده لو عجبكم. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة السرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.